بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا بشكر أستاذتي وحابب أشكر وهني أستاذتي الدكتورة مها الخولي والدكتورة لمياء شعبان والأستاذ الدكتور علي عبد العظيم والدكتورة ريهام المرشدي والدكتورة ميادة والدكتورة سحر على نجاح المؤتمر، وإن شاء الله عقبال كل سنة إن شاء الله. إن شاء الله أنا عارف إن إحنا بيان تايم والناس صدعت خلاص. أنا وحضرتك هتكون عن النون انفيزيف فنتيليشن، تمام؟ النون انفيزيف فنتيليشن هو الفكره بتاعته ان هو بيسبلاي ذا فنتيليتور سبورت تو ذا بيشنت من غير ما نستخدم اندوتراكيال تيوب او تراكيستوم تيوب. في اللاست تو ديكيت وجدوا ان استخدام النون انفيزيف ابتدى يزيد، وان هو ميزته ليه ميزتين. اول حاجه ان هو بيستخدم في حالات الاكيوت والكرونيك ريسبيراتوري فيلير، وكمان انا ممكن استخدمه في الهوم سيتنج والكريتيكال كير يونت. وزي اي حاجه في الدنيا ليها ادفانتج وليها ديس ادفانتج. طب ايه الادفانتج بتاعت النون انفيزيف فنتيليشن؟ اول حاجه ان ما انا مش بحتاج ان انا اركب اندوتراكيال تيوب، بالتالي بقلل الانسيدنت بتاع النوزوكوميا النمونيا ومشاكل الفنتيليتور اسيوز نمونيا، بقلل النيد اوف سيديشن، بيحسن البيشنت كومفورت، بريزيرف الاير واي ديفنس ميكانيزم، تمام. والحاجه الثانيه البيشنت نفسه سيكولوجيا ان هو يقدر كوميونيكيت كان ايت اند درينك وذ سراوندينج، فدي كلها ميزات للنون انفيزيف. زي اي حاجه برضو اكيد ليه ديس ادفانتج. الديس ادفانتج بتاعته ان الكوريكشن بتاع الجاز اكسشينج ابنورماليتي بيبقى سلوور. الحاجه الثانيه ان انا ما عنديش دايركت اكسس للبرونكيال للاير واي عشان اعمل منها ساكشن. الثاني حاجه ان هو بيحصل منه مشاكل بتاعه الماسك، ممكن العين يبقى يحصل له كلاستر فوبيا او اي اريتيشن. طيب هو النون انفيزيف عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، مكنه والانترفيس. الانترفيس ده عباره عن كذا نوع، ممكن يكون عندي النيزل ماسك او الاورو نيزل او الفول فيس ماسك، او ممكن استخدم الماوس بيس، او ممكن استخدم الهلمت انترفيس. كل واحد فيهم ليه ادفانتج وليه ديس ادفانتج. بالنسبه للنيزل ماسك يعني ان شورت كده ده يفضل في الحالات اللي انا هستخدم لها النون انفيزيف في الهوم، لكن ما يستخدمش في الاكيوت كونديشن. ليه؟ لان ممكن طبعا الفلو بيبقى عالي فبيعمل نيزل اريتيشن وبيبقى فيه هاي ريزيستنس، ف نوت سويتابل فور البيشنت الاكيوت ريسبيراتوري فيلير. اللي بيبقى افضل في البيشنت اكيوت ريسبيراتوري فيلير بيفضل الاورو نيزل والفول فيس ماسك. بالنسبه للماوس بيس دي بتبقى بصراحه محتاجه جود او تايت ماوس سيل، ودي مش بتبقى سهله يعني. اخر حاجه الهلمت فالف، ودي طلعت طبعا في الايرا بتاعت الكوفيد عشان النون انفيزيف بيعتبر وان اوف ذا بروسيدور اوف ايروسول جنريتنج، فطبعا كان الهلمت فالف عشان بيقلل الريسك في الترانسميشن، فدي كانت ميزته في حالات الكوفيد. لكن برضو في ممكن يحصل معانا ريبريسنج بالنسبه للهلمت فالف. طيب ده الانترفيس، الجزء الاول اللي هو الانترفيس. الجزء الثاني الماشين نفسها. الماشين نفسها في نوعين من الماشين، في حاجات بتستخدم في الهوم ديفايسز او في الامرجنسي ديبارتمنت، وفي حاجات بنستخدمها عندنا في الانتنسيف كير يونت. في الامرجنسي ديبارتمنت عندنا اللي هي بنقول عليها الباي ليفل ديفايسز، والموجوده في العنايه بنسميها كريتيكال كير فنتيليتور. بيفرقوا عن بعض في الايه؟ اول حاجه الجاز سورس. بالنسبه للباي ليفل ديفايسز بيبقى عن طريق كومبريسور، لكن في الكريتيكال كير عن طريق الهاي بريشر جاز سورس. طيب السيركويت في الباي ليفل ديفايسز بتبقى سنجل ليم سيركويت، لكن في الكريتيكال كير بتبقى دوال ليم سيركويت. ودي ميزتها الدوال ليم سيركويت طبعا بتقلل الانسيدنس اوف الريبريسنج، فبتحسن السي او 2 ريموفال، تمام. بالنسبه للاكسهاليشن فالف في الاجهزه اللي بتستخدم في الاي ار بتبقى باسيف، لكن في الكريتيكال كير بتبقى اكتف اكسهاليشن فالف. بالنسبه للمود اللي بتستخدم غالبا جائز الاجهزه اللي فيها الباي ليفل ديفايس غالبا بتبقى بريشر مود، لكن مع النيو تكنولوجي ابتدوا يضيفوا برضو الفوليوم مود. لكن اجهزه الكريتيكال كير بتشمل التو تايب اوف مود، سواء البريشر او الفوليوم مود. ايه الديس ادفانتج الوحيده الموجوده في الباي ليفل فنتيليتور؟ ان هي ما فيهاش حاجه اسمها الاكسجين بلندر. طب ايه فايده الاكسجين بلندر ديت؟ ان انا اقدر احصل بيها احقق بيها تارجتد فراكشنيتد انسبايد اوكسجين، تمام. لكن ميزتها ان هي بورتابل ايزي تو يوز، ممكن استخدمها في الهوم. طيب يبقى كده احنا عرفنا الانترفيسز والجهاز اللي هنستخدمه، تمام. طيب ايه المود اللي احنا بنستخدمه؟ في عندنا ثلاث حروف الاس والتي والاس تي مود. اول حاجه التي مود ده اللي هو يعني اختصار لتايمت، ده بيمثل زي كانه بريشر كنترول فنتيليشن، البيشن ما بيعملش اي افورت، تمام. الحاجه الثانيه اللي هو الاس ده اللي بنقول عليه الاسيستد مود، وده بيعتمد على البيشنت افورت بس ما فيهوش باك اب ريت.
اللي بيجمع بين الاثنين اللي هو الاسيست كنترول فنتيليشن بنقول عليه اس تي، لا ده بيبقى فيه باك اب ريت، فبالتالي ده يعني معظمنا بنستخدم الاس تي مود. طيب اجهزه النون انفيزف كان اول جنريشن منها حاجه اسمها السباب اللي هو الكونتينوس بوزيتيف اير واي بريشر فنتيليشن، وده كنا بنستخدمه في الحالات غالبا حالات الاوبستراكتيف سليب ابنيا، تمام، وكان بيفيدنا جدا في حالات الكارديوجينيك بالمونري ايديما، وده بنحنا بنبدا بنعمل ادجستمنت بندي من 5 ل 8 سنتيمتر ووتر، وبنبتدي بنعلى بالبريشر على حسب الكلينيكال تورنس اوف ذا بيشنت وعلى حسب الليفل اوف اوكسجينيشن اللي انا عايز احققه للعيان. طب ايه ميزه السباب؟ ان هو بيعمل لي الفرال ريكروتمنت، بيحسنلي الفنتيليشن بالفوجن بسماش، فبالتالي بيحسنلي الكومبلاينس بتاعه اللنج. الباي باب او الباي ليفل ديفايس، من اسمها باي باب يعني فيها تو ليفل اوف بريشر، في حاجه اسمها الاي باب انسبيراتوري بوزيتيف اير واي بريشر، وفي حاجه اسمها الاي باب اللي هي الاكسبيراتوري بوزيتيف اير واي بريشر، والفرق بين التو بريشر الاي باب والاي باب ده بيمثل لي البريشر سبورت اللي انا بديه للبيشنت، ودي بتبقى مور سويتابل فور ذا بيشنت ويز هايبر كابنيك ريسبيراتوري فيلير. طيب انا لما اجي اظبط عيان عندي في الاستقبال جايني سي او دي مثلا وذ هايبر كابنيك ريسبيراتوري فيلير، هعمل له سيتنج. اول حاجه انا بعمل ادجستمنت للايباب والايباب ان انا احقق تايدال فوليوم من 5 ل 7 ملي بير كي جي، تمام، فببدا ببريشر سبورت 8 ل 12 سنتي متر وتر، زي ما اتفقنا ان الفرق بين الايباب والايباب هو ده البريشر سبورت، وببدا بايباب اقل ايباب مسموح به ان انت تبدا من 4 ل 5 سنتي متر وتر. طيب هل هنثبت على البارامتر دي؟ لا، اكيد ممكن نقلل وممكن نزود، ده بيعتمد على الايه؟ بيعتمد على البلاد جاز اللي انت بتعملها. هل العيان لما انت حطيته الكربون دوكسيد ليفل ابتدى يقل معاك ولا ستيل هاي؟ لو هو ستيل هاي يبقى لازم ازود الاي باي الاي باب ب 2 سنتيمتر ووتر. طب لو انا لقيت العيان ستيل بيرزيستنت ممكن ومعاه هايبوكسيميا كمان ممكن ازود الاي باب والاي باب. طب هزود لحد امتى؟ اكيد ليه عندي ايه؟ ليفل معين، يعني انا الاي باب مسموح لي لحد 20 ل 25 سنتيمتر ووتر عشان ما يحصلش معايا جاستريك ديستنشن، والاباب من 10 ل 15 سنتيمتر ووتر. طبعا الاباب برضو في نقطه ثانيه بتحكمنا البلاد بريشر بتاع البيشنت، لان العيان لو ابتدى يبقى فيه هايبوتنشن ما اقدرش ازود في الاباب. طيب زي اي في التكنولوجي طبعا ابتدت تظهر معانا جينيريشن جديده من النون انفيزيف فنتيليشن، زي حاجه اسمها الافريج فوليوم اشورد بريشر سبورت فنتيليشن، والانتليجنت، والبروبوشن اسيستد فنتيليشن، والادابت سيرفو فنتيليشن، والنافا اللي من دي من نيور مود اللي ابتدت تظهر. طيب هحط النون انفيزيف، مين العيان اللي اختار له نون انفيزيف؟ لو عيان عندي مودريت تو سيفير ريسبيراتوري ديستريس، العيان عندي تاكيبنيك، ابتدى يستخدم الاكسسوري ماسل، ابتدى يحصل فيه ديرينجمنت في البلاد جاز، ابتدى يبقى اسيدوتيك، ابتدى يحصل الليفل في اوكسجينيشن البي او 2 اور اف اي 2 اقل من 300، تمام، والساتوريشن بتاعه ابتدى يبقى اقل من 92%. طيب هنا بقى لازم ناخد لبالنا، يعني لازم النايب في العنايه بنقول له اول هتيجي تحط النون انفيزيف تجيب الحكيمه جنبك، ولازم اول قبل ما تبدا تشرح للعيان انت هتحط له جهاز ايه، تفهمه عشان مش مجرد لا حط اربط الماسك وكتف العيان، لا ده غلط. يبقى اول حاجه لازم لازم تشرح للمريض الطريقه. اول حاجه برضو البيشنت بوزيشن، ما ينفعش يبقى العيان في سوباين بوزيشن، لازم يبقى في الابرايت بوزيشن، وبنبتدي نحط وبنبدا ببريشر قليل وبنعلى تدريجيا عشان يحصل للعيان ايه ادابتيشن. التارجت بتاعك ان الساتوريشن بتاعك يبقى اكتر من 94%، تمام، ومهم جدا في اول نص ساعه لما احط النون انفيزيف ان انا ابقى كلوز مونيتورنج تو ذا بيشنت، تمام. طيب الايفيدنس بيس جايد لاين جت حطت لنا هو النون انفيزيف استخداماته ايه؟ هو ليه ثلاثه جول، يا اما يعمل بريفنشن، يا اما يبقى سيلينج تريتمنت، يا اما الترناتيف. بريفنتيف تريتمنت ده في الحالات مثلا واحد عامل بوست ابدومينال سيرجري عشان ما يخشش مني في ريسبيراتوري فيلر ممكن استخدم له النون انفيزيف عشان ما يدخلش في ريسبيراتوري فيلر. بعض الدراسات قالت ممكن استخدمه في العيان اللي هو السي او بي دي بات نوت اسيدوتيك، لكن ديستريس ممكن استخدم فيها النون انفيزيف، تمام. لكن الحاجات اللي هو سيلينج تريتمنت بنشوفها كتير جدا عندنا في القسم، اللي هو العيان الجاي باسيدوتيك اكسسربيشن للسي او بي دي، حالات الكارديوجينيك بالمونر اديما، حالات الاو اتش اس، العيان الاميونو كومبرومايزي، تمام، دول انا بستخدم فيهم النون انفيزيف. الرول بتاعه في الاي ار ديس والحاجات دي طبعا الرول بتاعه قليل، عيانين الازمه برضو بيبقى الرول بتاعه قليل، تمام. في عيانين انا بستخدمهم
يعني كالترنيف تريتمنت ما عنديش حل، زي عيان مثلا الويننج فروم انفيز ميكان، يعني عيان سي او دي انا حاطه على المكنه مش قادر افصله، فممكن انقله من الايه من الانفيزيف للنون انفيزيف كايه كبريدج ثيرابي. تمام. وفي عيانين برضو اللي هو العيان يعني في مالتيبل كوموربيديتي مالجنتي، انا مش عايز اعمل له انتوبيشن، فممكن احطه على النون انفيزيف فنتيليشن. طيب في شويه تريكات كده في السي او دي بيشنت. السي او دي بيشن التارجت احنا قلنا لما يبقى عندي اسيديتك اكسسربيشن. تمام. بس البي اتش بتاعتي بتبقى لازم اكتر من 7.25 واقل من 7.35. لقوا في الدراسات ان البيشنت اللي بيبقى البي اتش بتاعته اقل من 7.25 الفيلير ريت بتاع النون انفيز بيبقى عالي جدا. تمام. لو انت هتحط عيان اقل من 7.25 يبقى لازم تكون مجهز ادوات الانتوبيشن جنبك، لانه في اي وقت ممكن يحصل فيلير. العيانين التانيين برضو عيانين الكارديوجينيك بالمونو اديما، ودول بصراحه كنا بنشوف دراماتيك ريسبونس. طب هل الكارديوجينيك بالمونو اديما احطه على سباب ولا احطه على بايباب؟ الافضل البايباب، وخصوصا لما يبقى العيان معاك هايبر كابنيك ريسبيراتوري فيلر. لو العيان معاه يعني سي او بي دي ومعاه مشكله كاردك ودخل في بالمونو اديما، الافضل انك تحطه على الباي ليفل ديفايسز وليس على السباب الون. طيب زي ما قلنا برضو في حته ان انا ممكن استخدم النون انفيزيف كبريدج ثيرابي للويننج في العيانين الهاي ريسك سبيشال سي او بي دي بيشن اللي معاهم ايه كونجستيف هارت فيلير السي او 2 بتاعه اكتر من 45 مليمتر ميركوري، ولو العيان معاه مور ذان 1 كوموربيدز. طيب ده اللي احنا بنقول عليه كل الحاجات دي في الاكيوت كونديشن، لكن في عيانين احنا بنحتاج نوصف لهم السباب او البايباب في الايه ات هوم، زي عيان سي او بي دي وانت حاطه على اوكسي لونج تيرم اوكسجين ثيرابي وستيل العيان دي ساتوريتد الساتوريشن بتاعه اقل من 88. تمام. العيان ده لو حصل له الدكتور دي ساتوريشن، بس بشرط ان انت تستبعد اذر كوز دي ساتوريشن، ما يبقاش العيان في اكسسربيشن او في اذر كوموربيديتي. تمام. لو هو اوفرلاب سندروم، لو العيان بيحصل له ريكرنت هوسبيتاليزيشن بالرغم ان انت عامل له اوبتمايزيشن للتريتمنت ومتاكد ان الاكسجين كونسنتريشن بتاعته ويل فانكشن، فدول كانديديت ان انت توصف لهم لونج تيرم نون انفيزيف فنتيليشن. وبرضه في عيانين ريستريكتيف ديس اوردر، لو العيان ده بيحصل له دي ساتوريشن او الفورس فايتال كاباسيتي اقل من 50% ممكن نوصف له هوم باي باب. طيب في بريدكتور بتقول لي ان لا النون انفيزيف مش هينفع في الحاله دي، زي ايه؟ لو انا لقيت الريشيو بالبي او 2 على اف اي 2 اقل من 150، التايدال فوليوم اكسهيلد اكتر من 9 مللي، لو في هاي سيفيرتي سكور بالاباتشي او السوفا، لو في حاجه اسمها الهاكور، الهاكور هو اختصار للهارت ريت والاسيدوزس والكونشس والاكسجينيشن والريسبيرتي، لو اكتر من 5 سكور في اول ساعه ده العيان ده هاي فيلير ريت. لو العيان لقيت الجاز اكسشينج يعني في ديتوريشن على مستوى البلد جاز على مستوى الكونشس ليفل، ابتدى يبقى هيمودايناميك انستيبل، ابتدى يخش في اريزميا، كل الحاجات دي تقول لك ان انت كده ايه في فيلير للنون انفيزيف. طيب زي اي حاجه في الدنيا احنا حطيناها على النون انفيزيف، امتى نفصل العيان من النون انفيزيف فنتيليشن؟ اكيد عندي كلينيكال بارامتر، لازم يبقى العيان ابتدى يبقى كومبنسيتد بي اتش، الساتوريشن بتاعي اكتر من 90%، ريسبيراتوري ريت ابتدى يبقى اقل من 25 بريس بير مينيت، الهارت ريت اقل من 120، ستوليك بلاد بريشر مور ذان 90 مليمتر ميركوري، ومفيش ساين عندي في ريسبيراتوري ديستريس. طيب عشان اعمل ويننج فروم النون انفيزيف عندي ثلاث حاجات او ثلاث طرق ممكن اعمل بيها ويننج من النون انفيزيف. ايه هما؟ اول واحده ان انت تقلل الديوريشن اللي انت بتستخدم فيها النون انفيزيف في اليوم، او تعمل ستيب وايز ريدكشن للبريشر اللي انت بتديه، او الخط او الطريقه الثالثه ان انت تعمل ابرابت وذدرو. تمام. طيب اول طريقتين مفيش استادي كومباريتيف اتعملت ما بينهم. تمام. فممكن تستخدمهم مع بعض، يعني ممكن انا عيان حسيته يعني بدل ما اقلل الديوريشن لا ممكن ابتدي اقلل السبورت. تمام. بالنسبه للطريقه الاخيره ان انت تعمل ايميديت وذدرو، ميزتها ان انت يعني بتقلل الشورت الديوريشن شويه لكن الفيلير ريت بتاعها عالي. طيب طب النون انفيزيف في الايرا بتاع الكوفيد طبعا ابتدى يبقى له رول كتير، لان اول ما بدات جائحه الكورونا كان دايما كان في لفظ ان احنا ايه دونت انتوبيت كوفيد بيشن. ليه؟ لان كانت المورتاليتي ريت في احسن الاماكن يعني زيرو. تمام. فكانت الناس بتلجا للنون انفيزيف وخصوصا لما يبقى العيان ابتدى يحصل ماركت دي ساتوريشن بالرغم ان انا بستخدم هاي فلو اوكسجين، وخصوصا في الاماكن اللي كانش فيها متوفر الهاي فلو نيزل كانيولا. تمام. فكانت بالنسبه لنا النون انفيزيف
كخطوه ممكن نستخدمها لان ما عنديش حلول تانية. تمام، بس في بروكوشن لازم ناخدها واحنا بنستخدم النون انفيزف في عينين الكوفيد. اولا في الانترفيسز، احنا زي ما قلنا الانترفيس هنا هستخدم فول فيس نون فينتد ماسك ومعاه اكسبيراتوري فلتر. تمام، السكند تشويس لو انا متوفر عندي الهلمت انترفيس بستخدمه. تمام، طيب از ريجارد بالنسبه للايروسول جينيريتنج بروسيدور، وجدوا ان النون انفيزف اكتر بروسيدور بتعمل يعني بتبقى ايه، بتدي فرصه للترانسميشن اوف انفكشن خصوصا في عينين الكوفيد. تمام، يليها النيبيولايزر، بعديها السيمبل ماسك، واخر حاجه كانت النون ريبريسنج ماسك. تمام، طيب احنا قلنا الانديكيشن وازاي نحط العيان نون انفيزف ونظبطه ازاي. هل في كونترا انديكيشن؟ طبعا في كونترا انديكيشن، عيان في كاردياك ريسبيرتوري اريست، عيان في لايف سيتنج اريزم، عيان هيموداينامك انستابل، عيان في اندرين نيموثوراك، في بول اوبستراكشن، لسه عامل سيرجري في الابر ايرواي او في فيكسد ايرواي اوبستراكشن، ده نوت كانديت ان انت تحطه على النون انفيزف فنتريشن. او عيان احيانا بنحطه كتير في العنايه، بنشوف العيان اجيتيتد و نوت كومبلاينت مع النون انفيزف، خلاص يبقى مش هعافر مع العيان، لا يبقى العيان ده كانديت ان انت تحطه على الانفيزف فنتيليشن. طب ايه هي الكومبليكيشن بتاعت النون انفيزف؟ في حاجات ريليتد للماسك، ممكن ديسكمفورت، ممكن يحصل نيزر بريدج ألسريشن، ممكن يحصل كلاستر فوبيا، في مشكله ريليتد للاير او الفلو اللي ممكن يحصل معاه نيزل كونجيشن، او ممكن يحصل اي اريتيشن او جاستريك انسفليشن، وفي مشاكل الاير ليك. دي اكتر حاجه بتقابلنا في النون انفيزف ان الماسك كل شويه بيبقى فيه ليك، فده بيقلل فرصه ان العيان يحصل له رابيد امبروفمنت. الميجر كومبليكيشن ممكن يحصل اندرينج مسور. اللي انا عايز الخصه بس ان النون انفيزف مهم جدا عندنا في الكريتيكال كير، بس هو محتاج جود سيليكشن اوف ذا بيشنت، جود سيليكشن اوف ذا انترفيس، وايديال سيتنج لكل عيان، وكلوز مونيتورنج اوف ذا بيشنت. ثانك يو. شكرا دكتور مروان.